الحقيقه مش لوحدي، انا مع مؤسسه مصر الخير قوي، ومؤسسه فعلا وقفت معانا، مؤسسه خيريه رائعه بتعمل كل الخير لبلدنا. ومن هنا احنا حاطين ايدينا في ايديها قوي، تواجد قوي، توحد قوي، بتجمعنا وبيظهر لنا علم القوات المسلحه وقيادتنا السياسيه بالكامل. احنا عشان كده في نجاح، ومن نجاح لنجاح. احنا عملنا المشروع الاولى معالي الدكتور علي زارنا في اعتقد الصيف قبل الماضي، يعني شهر 7/15 بالظبط كده، ووضعنا حجر اساس المزرعه اللي انهينا منها دورتين حتى الان. الدوره بتتراوح من 3000 ل 4000 راس، وبيشتغل فيها من 120 ل 150 شركه. محيي ايضا قياده الجيش وقياداتها كلها، وهم حماه الوطن فعلا وحماه هذا المجتمع في امنه وفي امانه. مؤسسه مصر الخير مؤسسه دمويه تتعاون مع كل الجهات، مع الحكومه ومع قطاع الاعمال ومع الاعلام، من اجل مصلحه الشعب ومصر، ومن اجل تنميه الانسان. تنميه الانسان هي هدفنا الاساسي وهو غايتنا الاساسيه.